أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا ربنا وتبنا ما
واغفر قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مليسا وفي القيامة شهيدا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي النار سدرا وحجابا اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لي يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وخصم مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واسقي جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم أعمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا هداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف حرفا حرفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة القرآن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم